بامكانه اعتقد بان يعني يخطف يخطف هدف من كره مرتده ممكن. الكره بتلعب عرضيه الله لا يخطف عمرو سراج الهدف بل الهدف تخطفه الراس البرازيليه الراس البرازيليه التي تشارك للمره الاولى مع البوستلاي هي من تخطف هدف الثلاث النقاط راس كونسيساو راس كونسيساو الرأس القادمة من البرازيل تسجل لأم صلال الهدف الثاني في هذه اللحظات في كرة ذهبت في اليمين في كرة ذهبت في الزاوية اليمين وبرأسية تعانق الشباك أم صلال يقلب الطاولة على الغرافة في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء عن طريق لاعبه البرازيلي اللاعب كونسيساو الذي